بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان قواعد في أسماء الله تعالى. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. وسنتعرف على القاعدة الثانية، وهي أن أسماء الله توقيفية. وسنتعرف على القاعدة الثالثة، وهي أن أسماء الله غير محصورة بعدد. وسنتعرف على القاعدة الرابعة، وهي أن أسماء الله تدل على صفاته. القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وبالغة في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. القاعدة الثانية: أسماء الله توقيفية. أسماء الله توقيفية، ومعنى ذلك أن نعتمد في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، لا نزيد عليهما ولا ننقص. فأسماء الله تعالى من الغيب الذي لا يمكن للإنسان معرفته إلا عن طريق الوحي، ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة: أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم، ولا يعلم عددها إلا الله عز وجل. والدليل قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب لم يخبر بها أحدا من خلقه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، وإنما معناه أن من أحصى هذا العدد من أسماء الله دخل الجنة، فيكون المعنى الإخبار عن دخول الجنة بإحصاء هذا العدد من الأسماء فهما وعدا، وليس المقصود أن أسماء الله محصورة في هذا العدد فقط، كما تقول: عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، فلا يعني ذلك أنك لا تملك غيرها. القاعدة الرابعة: أسماء الله تدل على صفاته. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور: أولاً، ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. ثانيا، ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل. والقاعدة أن كل اسم نشتق منه صفة، وليس كل صفة نشتق منها اسم. ثالثا، ثبوت حكمها ومقتضاها. مثال ذلك: السميع يتضمن 3 أمور: أولا، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى. ثانيا، إثبات السمع صفة لله تليق بجلاله وعظمته. ثالثا، إثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى. وأسماء الله إن دلت على وصف غير متعد تضمنت 2 أمرين: أولا، ثبوت الاسم لله عز وجل. ثانيا، ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل. مثال ذلك: الحي يتضمن 2 أمرين: أولا، إثبات الحي اسما لله عز وجل. ثانيا، إثبات صفة الحياة
لله سبحانه. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابطه أن كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى، فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها مستغرق لجميع معناها، وذلك نحو العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، والرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء، والقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها، ولذلك قال: فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ختاما عزيزي الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. عرفنا فيه قواعد في أسماء الله تعالى، وذكرنا أن أسماء الله كلها حسنى، وذكرنا أن أسماء الله توقيفية، وذكرنا أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم، وذكرنا أن أسماء الله تدل على صفاته. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.